مش بس حضرتك في الاستيراد ده، مشكلتنا اخرى في التصدير. بعد منتجاتنا اللي بتتصدر لبره بنفاجئ بان احنا رجعنا تاني، معلش كتر خيركم اتفضلوا. سمنه جنه دي يا سميح اخبارها معاك ايه؟ والله انا ما مش يعني مش فاكرها بصراحه. لا انا فاكرها، ده جنه مش فاهم. لا اعلاناتها ده مغرقه الشاشات. انا مش فاكرها، انا مش فاكرها. واحنا كمصريين بقالنا كتير، بقالنا اكتر من 30 سنه معاها يعني. فعلا. طب مشكلتها ايه بقى؟ ما هو لما صدروها للخارج، الخارج له كشف عليها. كشف عليها، قال لك لا ده ليس لها طعم ولا لون ولا رائحه، زي الميه. زي اهلنا في ليبيا، اصدقائنا واهلنا في ليبيا، قال لك لا ده بدون طعم ولا رائحه، سمنه جنه، ورفضوا تسليم الشحنه من السمن المصري. ده مش دي شحنه كبيره في الحقيقه، حوالي مش متذكر كم رقم، كان شحنه كبيره جدا. طب يعني بغض النظر عن الرقم يعني والشحنه يعني، في النهايه لكن رجع كلها عشان دي خرجت ازاي من منافذنا وليه؟ وانت اوريدي بتكشف عليها وبتشوفها 3600 صفيحه، ده كلام فاضي. 3600 صفيحه، الصفيحه 11 كيلو، يعني انت بتتكلم على اطنان كثيره جدا، لكن في النهايه عدت عادي يا استاذ احمد الله، مش رايحين نصدرها لليبيا؟ ايوه، المنفذ البري اللي بتطلع منه. هو السؤال بقى مش نخرج منه ازاي؟ وماشي خرج. وسلامه الاغذيه يا باشا، احنا اي حد يخرج من مصر بيزغرطوا له دلوقتي. حتى السمنه؟ حتى السمنه. المشكله بقى مش في كده، المشكله ان ال 3600 صفيحه دول هيرجعوا يروحوا فين؟ هيترموا في الترعه. هيترموا في الترعه ليه؟ عندنا مصر في البلد لا، المفروض ان السلطات المصريه تقول لهم تعالوا هنا نعمل عينه، احنا نشوف ايه الموضوع. لان لو فيها عيب حقيقي وصل لمرحله ان المستورد مش عايز يقبل الشحنه، يبقى في مشكله حقيقيه. لو المشكله حقيقيه يبقى تنفع، يبقى غير قابله للاستخدام لا عند المواطن الليبي ولا عند المواطن المصري. لكن من الواضح ان ال 3600 صفيحه يا جماعه، ال 11 كيلو، تاخد بالك يا ست الحاجه، مش ال 5 كيلو، ال 11 كيلو ما تشتريهاش بقى، واضح ان فيها عيب ما، فعشان ما نبقاش فيها ايه مشكله. الجنه ال 11 كيلو في 3600 صفيحه رجعوا من ليبيا، لانه السلطات الليبيه شافوها لا علاقه لها بالسمنه. فاحنا ما نلبس بقى، هتنزل تتوزع دي، ينزلوا عليها تخفيض، تجري انت يا حاجه، انا فاهمك، تجري تاخدي الصفيحه وتقول يا سلام 5 جنيه فرق وبتاع، عايز تاكلي سمنه ابعدي عن السمنه دي.